مرحبا بحضراتكم مرة تانية، ولسه معايا كابتن عمرو الحديدي وكلام كتير قوي عن مباراة الأهلي والوداد. يا كابتن، كنت بسألك انه شايف، انت كنت بتتكلم في الفاصل انه موسيماني شايف ان هو يعني هيبقى في ناس كتير قوي هتبقى عايزة تتعلم منه كتير، مدربين كتير الفترة اللي جاية. احكي لي اكتر عن اللي انت كنت بتقول. اما كان مستر مانويل الموجوزين موجود، كانوا معظم مدربين مصر كانت عايزه تعمل معايشه مع المستر مانويل. انا اول واحد من الناس اهو بقول اتمنى ان انا اعمل معايشه مع الراجل ده، اخد منه حاجات احنا ما اتعلمناهاش، ولا مع المدربين موسيماني. المصريين ولا المدربين الاجانب، ولا المدربين المصريين ولا المدربين الاجانب. حته المعايشه انا هاخد منه حاجات هو عرف يكتشفها في اللعيب المصري، العامل النفسي اللي هو انطبع رغم ضيق الوقت من بين دوري عام وبطوله افريقيا. والراجل ده، راجل دارس مصر، دارس كيان النادي الاهلي. راجل بيقول لك انا كفيل اسعد جماهير النادي الاهلي. هو جاي عارف هو بيتعامل مع مين، والنادي الاهلي عارف هو جايب مين. احنا بنتكلم دلوقتي عن شخص ياخد وقت طويل قوي عشان يعرف يترجم كيان النادي الاهلي. طب وانت شايف ايه السر في ان هو بصماته تظهر بالسرعه دي في وقت قليل زي ده؟ دي حكمه مدرب بقى، دي شطاره، مذاكره برضه يا كل كابتن. شيخ وليه طريقه. لا ده هو مش يعني مذاكر، دارس ده الاهلي حافظ، قوي. بالظبط. ده حافظ كل حاجه. النادي الاهلي اما بيجي يتكلم بيقول لك كابتن بيبو، عارف مين هو كابتن محمود الخطيب، حافظ كل لاعب كمان بالاسم في وقت قليل قوي. ايوه، المؤتمر شوفي لسه الصحفي بقول كان لحضرتك، بيقول اسمائهم وانا كنت مستغربه لحق يحفظهم امتى. ما احنا بنقول دلوقتي هو لو خد مده هياخد له شهرين عشان اجنبي، هياخد شهرين عشان يعرف ياخد. عايزه حضرتك تقدري تربطي ما بين اللي احنا بنقوله والموقف العملي. الحضن اللي كان بينه وما بين قفشه، هو عارف الراجل ده رايح يكافئه، انت قلت لي اعمل كذا وانا جاي لك اقول لك انا عملت كذا. كل واحد فيهم بيعبر بطريقته. احنا بنقول النادي الاهلي الراجل بمنتهى الصراحه كسبان، وكسبان اتنين مش كسبان واحد، كسبان اتنين، وحارس مرماه صد ضربه جزاء. قال لك انا خارج من الماتش كنت نفسي يبقى 3 و4 و5،